صباح الخير الجميع. راح نكمل اليوم بالإف ستيتمنت أو بالكونديشنال ستيتمنت في الألغوريثمز، كيف نكتب الألغوريثم إذا كان عندي أكثر من احتمال. بالمحاضرة اللي راحت حكينا زي introduction على الإف كونديشن، حكينا إنه أخذنا مجموعة من الأمثلة إنه إذا كان عندي بدي أوجد الرقم الأكبر بين رقمين، فأنا هنا الاحتمال هنا حيكون عندي بسيط، راح أقرأ read A read B، بعدين حيكون عندي if a is greater than b، اذا اطبع لي a والا اطبع لي b. واخذنا مثال، حكينا طبعا عن هيك حيكون انا عندي شكل، لو كان في عندي مجموعه من الخيارات راح يكون عندي if else if else بالشكل هذا. وهنا اللوجيكال والريليشنال اوبريتور، حكينا الريليشنال اوبريتور انه راح استخدمهم في المقارنات، انه هذه عندي greater than، هذه عندي greater than equal، هاي less than وهاي less than equal، وهذه equal وهذه not equal. ممكن نعبر عن not equal زي هيك، أو ممكن نستخدمها زي ما هي يعني not equal. وفي عندي هنا logical operator إنه أحكي الشرط الأول and الشرط الثاني لازم يتحققوا الاثنين، وهنا بحكي or أو إنه الشرط الأول أو الشرط الثاني، إذا أي واحد منهم يتحقق فأنا بنفذ الستيتمنت اللي عندي. خدنا مثال الالجوريثم اذا بدي اطبع علامات الطالب اذا ناجح او فيل. الان هنا في عندي مثال ثاني بيحكي لي write an algorithm to find the maximum element of set of three integers، انه اطبع لي برنامج او اطبع اكتب لي خطوات البحث عن الرقم الاكبر بين ثلاث ارقام. انا الان هاي ممكن افهمها قبل ما اكتب الستبس تبعت الالجوريثم. طبعا انا كبدايه بحكي لي أوجد الرقم الأكبر بين ثلاث أرقام، فأنا هنا بدي أجي أطلع عندي الانبوت اللي هم إيش؟ 3 numbers. هنا الانبوت 3 numbers. الأوتبوت إيش الأوتبوت اللي عندي؟ maximum. الماكس الأكبر ما بينهم. البروسيس هنا بالنص عندي راح تكون إيش؟ اللي هي عملية إف أو عملية الفحص على الماكسيمم عن طريق الإف ستيتمنت أو عن طريق الجمل، مين أكبر من مين؟ الآن أنا في أكثر من طريقة ممكن أحل هاي الـ أوجد الماكسيمم. أول شيء ممكن أجي أحكي أنا ببساطة إنه أبدأ أفترض، يعني قبل ما أحل كخطوات الألغوريثم ممكن أجي أفكر، يعني أنا هنا عرفت كبداية عرفت الإنبوت وعرفت الأوتبوت، الآن بدي أعمل عملية إيش؟ الفحص أو البروسيس على مين الماكسيمم. لما أجي عند عملية الفحص قبل ما أكتب الألغوريثم بدي أحاول هيك أفهمها بشكل سريع كيف ممكن أنها تطلع الخطوات عندي. فلو بدي افترض انه عندي x y و z وحكى لي وجد لي الماكسيمم ما بينهم، انا هنا ممكن بحكي يعني رياضيا انه بدي احكي بدي اعرف متغير اسمه ماكس، بدي اخلي الماكس يساوي على سبيل المثال x واحد منهم. خلاص الماكس الان يساوي x، معناه بهالحاله شو اللي ظل عندي بدي اقارنه؟ ظل عندي بدي اقارن الماكس بالواي والماكس بالزد. حاليا الماكس تساوي x، إذا بدي أقارنها، هل هي أكبر من الواي وهل هي أكبر من الزد؟ فهنا ممكن أجي أحكي إنه إذا كانت الماكس عندي تمام أكبر من واي بحكي له الماكس تساوي واي. وبعدين برضه إكس تساوي إكس دكتور، إكس مش واي. لا هي تساوي في البداية X، هنا إذا كانت الماكس لا أقل، هي هنا أقل، هي أنا الماكس تساوي X في البداية تمام، هنا إذا كانت الماكس أقل من Y يعني Y أكبر من الماكس فبحكي الماكس يساوي Y. برضو بسأله بعدها كمان مرة إذا كانت الماكس أقل من Z إذا الماكس تساوي Z تمام. الان لما امشي على الخطوتين هاي الخطوه الاولى وهاي الخطوه الثانيه، انا بكون طلع عندي ايش؟ هاي خطوه فعليا، هاي الثالثه، هاي الخطوه الاولى ان الماكس تساوي اكس، بعدين هل الماكس اقل من واي؟ اذا نعم اذا خلي لي الماكس واي. بعدين برضه بساله هل الماكس اكبر اقل من زد؟ اذا اقل من زد اذا الماكس تساوي زد. لما اطلع من الخطوات الثلاث هذه بتكون الماكس عندي هي الرقم الاكبر، فباجي بحكي له برنت ماكس. خلاص انا هيك بطلع في الاوتبوت بتكون الشروط عندي جاهزة. فلو بدي أجي أشوف طريقة حلها،
تمام. هنا بحكي لي أول شيء طبعاً راح أقرأ المتغيرات من اليوزر. Ask user to enter first integer. اقرأ الفيرست انتجر، بعدين اطلب من اليوزر يقرأ للسكند، يدخل السكند، بعدين اقرأ للسكند وخزنه في متغير اسمه سكند انتجر. نفس الشيء بالنسبة للثالث، اطلب من اليوزر يدخله وخزنه في متغير اسمه ثيرد انتجر. بعدين الآن هي جيت للخطوة الأولى للحل. أول شيء بحكي له set let max equal to first integer، بعدين بفحص هل الماكس less than second integer، إذا نعم إذا خلي لي الماكس يساوي second integer، وهنا أنهي لي جملة الإف statement. هاي جملة إف statement، وبعدين اسأل لي كمان مرة هل الماكس أقل من الرقم الثالث، إذا نعم خلي الماكس الرقم الثالث وانهي جملة الإف statement. وآخر إشي خلاص اطبع لي the maximum integer is إيش الماكس. الماكس هاي بتكون خلاص طلعت أو حفظت الرقم الأكبر من الثلاث هذول. فهذه خطواتها راح تكون. طبعا انا هنا بدي انتبه او بدي دائما لما اجي اكتب جمل الاف ستيتمنت، جمله الاف ستيتمنت كونه في جمل تتبعها. كيف يعني في جمل تتبعها؟ انه باجي بحكي مثلا اف ماكس اقل من زد اقل من واي، انا هاي في جمله اذا تحقق الشرط راح اعملها، واذا ما تحقق ما راح اعملها، يعني راح اعمل end if اذا ما تحقق. فبالتالي انا ما بدي اكتب الجمله هاي على نفس على نفس اللاين، انه اجي اكتب هنا مثلا max تساوي y، لا هاي الجمله تتبع جمله if statement، فبدي ادخلها لجوا شوي، بدي اخليها هنا هيك max تساوي y. هاي الفورمات وهذا الستايل بدي احاول دائما امشي عليه. أنا الآن جملة if statement، هاي جملة if statement ما بين البداية والنهاية فيها في عندي جملة أو أكثر من جملة، بدي أعملهم إزاحة لجوا، ما بدي أخليهم على نفس السطر. ليش إزاحة؟ حتى أعرف إنه هاي الجملة بتتبع نص ال if statement، فبالتالي هي راح تتنفذ فقط إذا تحقق شرط ال if statement، إذا ما تحقق الشرط ما راح تتنفذ هذه الجملة. الهدف من إنه بزيحها حتى يكون الألغوريثم عندي واضحة، يعني تكون الخطوات لما أجي أقرأها أفهم مين بتبع لمين. يعني لو جينا هنا طلعنا على المثال، تمام، كلهم هذول على نفس اللاين، فبالتالي يقولوا كلهم راح يتنفذوا مع بعض. هنا جيت خلص عرفت إنه عندي الإف زايحة، وهنا عندي الإف زايحة، إنه هاي الجملة اللي جوا مش دائما راح تتنفذ، راح تتنفذ حسب الشرط. وهاي شغل، وشغل ثاني بفهم إنها بتتبع هاي الجملة، بتتبع جملة الإف statement، يعني هي داخل نطاق ثاني. فدائما بخليهم ايش بزيحهم حتى اميزهم عن الكود بشكل عام. دكتور في طريقه ثانيه حليتها انه في طريقه هسه بنجيها للمينيمم، بنحل هسه السؤال الثاني ونحكي فيها، او يعني راح نشرحها. طيب الان نروح للمثال اللي بعده. المثال اللي بعده بحكي لي رايت ان الالجوريثم تو فايند اند برينت سمولست اوف 3 جيفن نمبرز اسيوم اول نمبرز ار ديفرنت. فهنا طالب مني أطبع الرقم الأصغر بين مجموعة بين ثلاث أرقام. الآن ممكن أجي أكتب بطريقة ثانية، إنه على سبيل المثال لو عندي X Y وZ، طبعاً الآن هو طالب مني المينيمم، حتى الماكسيمم ممكن أعملها بنفس الإشي. فأنا ممكن أجي إيش أجي أحكي إنه والله الخطوة الأولى بدي أعمل، بدي أفحص هل X أقل من Y and X أقل من زد. إذا تحقق هذا الشرط عندي، إذا بحكي له print مباشرة print x، تمام، x هي أقل من y أقل من زد، خلاص انتهى الموضوع عندي. else أو باجي على الشرط الثاني، هنا ممكن أستخدم جمل ال if else. إذا متذكرين أنا ما كان عندي if حكيت else، تمام. هنا أنا ممكن بدل ما أكتب كل شرط لحال، ممكن أستخدم الـ if else. الـ if else إنه إذا تحقق الشرط الأول نفذه، وإلا باجي بحكي else if حصل الشرط الثاني، تمام؟ وإلا if حصل الشرط الثاني. طيب الشرط الثاني إيش بحكي عندي؟ إنه والله y
أقل من X and Y أقل من Z. إذا تحقق هيك اطبع لي print Y. طيب إذا ما تحقق هذا خلاص ظل عندي else، هنا ما في داعي أكتب الشرط. print Z على طول. print Z ليش ما في داعي أكتب الشرط؟ لأنه ما ظلش عندي خيار. فبالتالي أنا هنا بدي أفحص، هي أول إشي، أول if statement فحصت الX، بعدين فحصت الY. إذا ولا لا الX ولا الY معناها إيش؟ أكيد هي Z، فباجي بحكي له print Z. هاي الشكل ثاني. في المرة الأولى إحنا طبعنا جملتين الIf statement كل واحدة لحال. هان أنا طبعت كل جمل الIf statement أو كل الشروط في جملة if statement واحدة، تمام؟ فلو جينا هنا على الحل رح لك عندي ask user interface number، خزن الرقم الأول num، وخزن الرقم الثاني num2، وخزن الرقم الثالث num3. هنا إيش؟ بدل ما كان عندي جملتين من الIf statement كل واحدة لحال، صار عندي جملة واحدة. الجملة الأولى هي if إذا كان الرقم الأول أصغر من الرقم الثاني and الرقم الأول أصغر من الثالث، مباشرة اطمع لي إنه النمبر الأول هو الأصغر. else if دخلت على الشرط الثاني، else if النمبر الثاني أصغر من الرقم الأول والرقم الثاني أصغر من الثالث، إذا اطبع لي الثاني، وإلا خلاص ما ضلش خيار، اطبع لي الرقم الثالث إنه هو السمولست، ويعطيني end if. الآن لو نيجي نشوف شو الفرق مثلا بين هاي وبين اللي قبل، لو بدي أجي أطلع هنا، إذا ملاحظين كان في عندي جملة زيادة للإف ستيتمنت، كان عندي جملتين إف ستيتمنت واحدة وثنتين. فبالتالي لما أجي أنا أقرأ أو أنفذ الألغوريثم بدي أضطر أنفذ الجملتين هذول. يعني هنا أول شيء راح أعمل ست لإكس من الماكس للرقم الأول، بعدين بدي أجي أفحص هاي، بدي أجي أفحص هاي حتى لو هاي ما إلها داعي. يعني هنا على سبيل المثال لو كان عندي الأرقام الأول والثاني والثالث، سبعة خمسة ثلاث، تمام، خليت الماكس يساوي فيرست انتجر اللي هو يساوي سبعة، هل بقام بيجي بفحص هل السكند نمبر اللي هو خمسة أقل من السكند نمبر less than، إذا الماكس عفوا أنا خليت الفيرست نمبر الماكس هو سبعة، هل الماكس أقل من السكند نمبر؟ لا ما هيش أقل من الخمسة، إذا ما راح يعمل إشي. هم بيجي بيفحص هل الماكس اللي هو سبعة أقل من الثيرد نمبر اللي هو ثلاث؟ لا، إذا هنا ما راح يجي يعمل إشي، خلاص بطبع لي الماكس. بالمثال الثاني شو اللي بصير عندي هنا؟ هنا ما راح ينفذ أو ما راح يضطر يمشي على كل الجمل. هنا بيجي بيحكي لي مباشرة لو أنا عندي الأرقام الأقل على سبيل المثال اثنين وخمسة وسبعة، هاي الرقم الأول والثاني والثالث، هنا بيجي بيحكي لي هل الرقم الأول اللي هو اثنين أقل من الرقم الثاني اللي هو خمسة؟ نعم. وهان بحكي لي برضو هل الرقم الأول اللي هو اثنين أقل من الرقم الثالث اللي هو سبعة؟ بحكي له نعم. بهاي الحالة مباشرة راح يطبع print num is smallest والباقي ما راح ينفذه أو ما راح يقرأه. هذا الفرق بأنه أنا أستخدم جملة واحدة if else if else، وبين أني أستخدم جمل if كل واحدة لحال. هنا جملة واحدة، فبالتالي إذا تحقق الشرط الأول خلاص الباقي راح يتجاوز عنه، ما راح يقرأه، راح يطبع لي هان وخلاص وقف لي البرنامج، روح مباشرة على وين؟ على الـ end if. إذا تحقق الشرط هذا مباشرة روح على الـ end if. إذا ما تحقق بدي أفحص الشرط الثاني هان، إذا تحقق راح أروح بعديها على الـ end if وما أحقق ما أفحص الشرط الثالث أو الجملة الأخيرة الثالثة. إذا ما تحققت لا هاي ولا هاي ساعتها بروح للثالثة بنفذها وبطلع. فأنا هنا بهاي الجمل اختصرت شوي عندي وقت ما بين إني أحط كل جملة if لحال، كتبت في جملة واحدة if else if else حتى إيش أوفر عدد خطوات في الحل. طيب
هسا كمان مره اللوجيكال اوبريتورز هذا او تيبل الاند، لما اجي استحكي انا عن عندي لما يكون عندي اند كمان مره انه انا الاند لازم تتحقق الشرطين حتى يكون عندي النتيجه هي ترو. فبالتالي انا لو عندي اند بين جملتين شرطيات الاولى ترو والثاني ترو، بهاي الحاله راح انفذ الجمله الشرطيه. لكن لو كانت اي واحده فيهم فولس، لو عندي الاولى ترو والثاني فولس ما راح انفذ الجمله الشرطيه. لو كانت الاولى فولس والثاني ترو ما راح انفذ الجمله الشرطيه. لو كانوا الاثنين فولس فما راح انفذ الجمله الشرطيه. فانا عندي اند ممكن افهم شرطها الوحيد انه الجهتين يكونوا ترو فقط، بهاي الحاله انا ممكن انفذ الجمله الشرطيه. اذا اي واحد من الاطراف من طرف الاول والثاني فولس، بهاي الحاله ما راح تتنفذ جمله الاند. طيب نروح المثال اللي بعده. هنا بحكي لي write an algorithm to read number x and display its sign، انه بحكي لي الساين اللي هي هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. بحكي لي اقرا، اطلب من اليوزر يدخل لك رقم وافحصه هل هو نيجاتيف ولا بوزيتيف. هنا بحكي لي تمام، اطلب من اليوزر يدخل لي الرقم، بعدين اقرا الرقم خزنه كاكس، وهنا افحص هل اكس اكبر من صفر. اذا اكبر من صفر معناها رقمك بوزيتيف. else if جيت للجملة الثانية else if، هل الرقم يساوي صفر؟ إذا نعم إذا رقمك زيرو، وإلا رقمك is negative. فأنا أول شيء بفحص هل الرقم أكبر من صفر؟ إذا positive. هل هو يساوي صفر؟ فإذا هو صفر. إذا لا، إذا ما هوش أكبر من صفر ولا هو صفر، فما ظلش عندي غير خيار إنه negative. فعشان هيك أنا باجي دائما في آخر شرط، ما في داعي آجي هنا أحكي else أفحص إذا if x أقل من صفر، ما في داعي أفحصها لأنه هو أصلاً ما ظل خيار غيرها، ما ظلش عندي غير إنه x هي أقل من صفر. فباجي هنا بحكي له print x is negative وح end f، اللي هي لجملة الـ if statement. طيب هنا خلينا نشوف المثال هذا المعنى. هنا بحكي لي write an algorithm والـ input student average. تمام، على طول انا لما اجي اقرا شغله زي هيك باجي بسجلها عندي input student average. اذا عندي الانبوت عشان ما اجيش يتخربش لما احل، الانبوت هو الافرج اللي راح اطلب من اليوزر ادخله الافرج، عشان ايش اكون فاهم بس كيف خطوات اللي راح اكتبها بذهني. هاي انبوت، راح ابدا بالانبوت، الاوتبوت راح في الاخير، وبعدين بدي افحص شو البروسيس اللي عندي. طيب write an algorithm that will input student average if average is greater than or equal to 60 and less than or equal to 70 the algorithm should display passed. فهنا خلينا نشوف هاي الشرط الاول بحكي لي فين دي مجموعه من الشروط. بحكي لي اذا الافرج اي في جي، تمام، اذا الافرج انه يكون اكبر من 60 واقل من 70. فهنا هنا اي اول حاله، خليني بس اكتبها كامله. بحكي لي الافرج انه بده اياها اكبر من 60 واقل من او تساوي 70. هذا حسب ما كاتب لي هان. بحكي لي equal اكبر من 60 and less than or equal to 70. فهي الحاله الاولى انها تكون الافرج اكبر من 60 واقل من او تساوي 70. فهي الحاله راح اطبع ايش؟ باس. طيب تمام. ايش الحالة الثانية؟ if it is greater than 70، إذا الحالة الثانية الـ average إنها تكون أكبر من 70 and less than or equal to 80، فهي تكون أقل من أو تساوي 80. طيب شو مطلوب مني أطبع بهاي الحالة؟ مطلوب display print good. طيب هنا راح أطبع good. طيب هاي الثانية. الكيس الثالث بيحكي لي if it is greater than 8 and less than 90 print very good. طيب هنا بحكي لي انه الافرج تكون اكبر من 80 واقل من او تساوي 90. هنا بدي احكي له very ايش او يساوي دكتور good less than 90، صح، لانه هيك انا راح ادخل في الاكسلنت. ف
فأنا عندي less than تمام. إذا الأفريج أقل من 90 هنا راح أدخل very good، وبحكي لي إذا كانت أكبر، لا هي it is greater than and less than 90 print very good. If it is greater than 90 print excellent. If it is less than 60 هنا الأفريج إذا كانت كيف؟ طيب هنا بحكي لي إذا كانت ممكن أضيف الشرط 100 تمام، ممكن أضيفه إنه and less than 100 منطقيا هيك إن أضيف 100، لكن لو ما ضفتها أنا برضو بدي أفهم إنه ما حدش حيدخل لي علامة أكثر من 100، أو في مجموع العلامات مش حيجي طالب مجمع 105 أو 110 وأنا معطيه امتحانات مثلا من مجموعها من 100، فهيك عشان هو تجاوز عن 100، لكن ممكن أضيفها كشرط. هنا بحكي لي آخر شيء إنه الأفريج أقل من لا والأكبر، عندي الأفريج يكون أكبر من 90. أنت نسيت تحط شرط. إيش هو؟ ليه إذا واحد جاب أقل من 60؟ هو الأخير هذا هسا جايين عليه. أوكي. خلص راح نمشي هيك إنها أكبر من تمام، أكبر من وأقل من أو تساوي. هنا حتى ما تظل عندي 90 ضايعة بكتب الأخيرة أو بكتب اللي قبلها هذه أقل من أو يساوي حتى تكون مع زي اللي قبل. الثمانين الأفريج أكبر من 80 وأقل من أو تساوي 90، وإذا كانت أكبر من 90 هنا بدي أطبع excellent. آخر إشي بحكي لي آخر خيار إذا كانت أقل من 60 print fail، فبتأجي أحكي له هنا إذا الأفريج كانت أقل من 60 هنا أطبع لي fail تمام. فأنا هنا هيك هي الرابعة وهي الخامسة تمام. هسا أنا شو فهمت من هذولا؟ خلاص أنا هيك دخلت قرأت الانبوت، عرفت شو الانبوت اللي راح يجي عندي، هذول هم، وهنا حطيت الخطوات اللي هو طالبها مني اللي هم البروسيس مع الاوتبوت مع بعض. طالما انه حكى لي هنا برنت وهنا برنت، اذا الاوتبوت بده يكون اثناء عمليه الكونديشن، اثناء عمليه فحص المتغيرات او فحص الارقام بينها وبين بعض. اذا انا عندي هنا اربع احتمالات او خمسه، 1 2 3 4 خمس احتمالات راح امشي ما بينهم، راح امشي فيهم بالاف ستيتمنت تمام. فانا هنا ممكن اجي احكي خلاص تمام، انا عملت لهم ليست حسب شو المطلوب. هنا ممكن اجي احكي طيب انا مباشره والله خلاص عرفت بدي اجي احكي هنا اف الاولى تمام. هنا حيكون عندي اف هذول هاي، وهنا عندي ان طبعا هذه في كل واحدة فيها and، هو إيش كاتب لي في المثال and and and. طيب هذا if، هنا باجي بعطيه else if، الشرط الثاني بدي أدخله على else if وprint print، وهنا راح أجي else if else if وهنا print، وهنا كمان برضو else if. آخر خيار خلاص أنا ممكن أجي أحكي له else، كونه إذا الأفريج ما تحقق ولا واحدة من عندي من اللي فوق معناها ما ضلش غير إنه إيش الأفريج دخل لي أقل من 60، في الحالة else طبع لي إنه fail تمام. فالآن قبل ما أكتب الألغوريثم عرفت شو اللي بدي أسوي بالضبط، كتبت الإنبوت عرفت شو الإنبوت، رسمت كتبت بشكل سريع الاحتمالات أو الشروط اللي عندي، وبعدها صار واضح أنا عندي كيف راح تكون خطوات الألغوريثم اللي بدي أكتبها. فالآن خلاص باجي هان على طول ask user to enter average read the average، والآن ابدا افحص الخمس خطوات اللي كتبناها، انه اذا الافريج اقل من or equal to اقل من او تساوي 60، والافريج اذا الافريج اقل من او اكبر من 60، والافريج اقل من او اكبر من 70 دكتور. او انا باجي بشوف بكمل الشروط، هل الافريج اكبر من او يساوي 60 وأقل من أو يساوي 70؟ إذا هنا بكتب له باس، هاي الشرط الأول. الشرط الثاني برضو بجيب عليه if else، إذا كان الأفريج أكبر من 70 وأقل من أو يساوي 80 طبع لي good،
else if انا خلص انا راح امشي في جمل else if بنفس الخطوات اللي انا كنت كاتبها هناك، لكن راح اكتبها بشكل يعني بشكل لغه بشكل واضح. هنا هل الافريج اكبر من 80 and اقل من او less than 90؟ اذا انطبع لي very good. اذا كانت اكبر من او يساوي او العكس، انا هنا باجي بكتب less than or equal 90 اذا انطبع لي very good، وهنا اذا كانت اكبر من 90 اطبع لي excellent. واخر شيء ما ضلش عندي الا انه ولا واحدة من هاي الشروط تحققت، فاذا المعدل اقل من 60 بحكي له print fail، خلاص بنهي جملة الاف statement. طبعا هنا عندي هي جملة واحدة تمام، فاللي راح يتنفذ واحد منهم يا اما اذا مباشرة من الاول اشي اجا قرأ تحققت هاي الجملة خلاص بنفذها، والباقي ما راح يقرأه بوقف مباشرة بروح على end if. في جمل الاف statement وين ما تحقق الشرط راح يطلع وروح على الend if، ما راح يكمل. طبعا هنا لاحظوا كيف دائما بعمل سبيس لجوا حتى اميز، حتى تكون جملة الاف statement عندي واضحة، بعرف مين بتبع مين، فدائما بكتبهم ما بداخل او ما بين الجمل هاي بعطيهم سبيس لجوا. عندنا اخر شيء الاور، ممكن اعطي عليها مثال المحاضره الجاي. اذا انا بستخدم جمل الاور بختلف عن الاند تمام. انا عندي الاور فهي او، هنا شو باجي بحكي؟ اذا اي واحد من الطرفين صح نفذ لي الجمله، يعني اذا الاول صح والثاني صح نفذ الجمله، اذا الاول صح والثاني غلط برضو نفذ الجمله، اذا الاول غلط او فولس والثاني ترو نفذ لي الجمله، اذا الاثنين ترو هنا لا تنفذ الجملة. فلما أجي أحكي أو فأنا هنا بخير، هو بخيرني هل خمسة أقل من سبعة أو سبعة أكبر من عشرة، أي واحد منهم. خمسة أقل من سبعة صح، لكن السبعة ما هيش أكبر من عشرة، بس هو كاتب لي أو، يعني أي واحد من اثنين صارت معك صح إذا نفذ الجملة. فهذا هو الفرق في جملة الأور. الأور اي واحدة ترو راح انفذ الجملة، بينما الاند لازم الاثنين ترو، لازم الجهتين صحيحات حتى ينفذ. المحاضرة الجاية بناخذ عليهم امثلة وبكون هيك كافي لليوم. يعطيكم العافية جميعا.